أخبار اليوم. المشروع ده مركز حفظ التراث المصري الفرعوني القبطي، وهذا المركز يعد خطوة أساسية جدا في التنمية بالنسبة لشبابنا، لأن أول شيء في التنمية يعني أنا بتعلم إزاي بشوف أيقونة مثلا من القرن الثاني، من القرن الثالث، من القرن الرابع، إزاي أرممها، إزاي أحافظ عليها، إيه يعني البرد، وصول الكتابة على البرد، وغيره وغيره وغيره. مشاريع بنحيي مصر القديمه، هل هيكون في دورات؟ بنحييها في قلوب وعقول الشباب. هل هيكون في دورات تدريبيه في الاطار ده؟ هيكون في طبعا، مش موضوع دورات تدريبيه، ولكن تعليم وندوات ودعوه وسيمينارات كتير لشبابنا بحيث ان احنا نحافظ على تنمية فكرية. دور الكنيسة معلش بس دور الكنيسة الكنيسة فرعنا والفن الإبداعي المصري الأصيل ده من القرون الأولى، والكنيسة لابد أنها تنمي المصريين، أصلا الموضوع مصري وليس قبطي، فيجب أن تنمي كل المصريين. يعني اللي بيقوم بمشاريع ترميم الأيقونات وترميم الأيقونات من إخواتنا وليس من المسيحيين، فالقصة قصة الفن المصري وقصة التراث المصري القديم، ازاي ان انا بحييه وازاي ان انا بعلمه. خطه مدروسه للاعمار المختلفه بالطرق المختلفه بحيث ان يتمكن كل واحد من العالم. معنى كده انه المركز هيخدم كل الاعمار المصريين المختلفه، بالظبط، بالاخص الشباب. هل كمان